الله الرحمن الرحيم. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. هؤلاء هم آل خليفة، وكما قلنا سابقا إن هؤلاء بارتكابهم لهذه الحماقات، وخصوصا التعدي على الرمز البحراني الفقيه آية الله الشيخ عيسى قاسم حفظه الله، هو تعدي ليس جديدا بطبيعة الحال، ولكن الحماقات التي ارتكبها سابقا جميعا وتعديه على كل المحرمات، هتك الأعراض وهدم المساجد، مساجد الشيعة، واعتقال الرموز وزجهم في السجون، والمعاناة الشعب البحراني كاملة تتبلور هذا اليوم وهذه الليلة في معاناة رمز كبير أرادوا أن يجردوه من وطنيته، وهم الدخلاء. أنتم يا آل خليفة الدخلاء الذين جئتم إلى وزوتم أرض أوال الطاهرة ولوثتموها بنجاساتكم. أين مقابر أجدادكم؟ تجدونها في الزبارة وفي نجد، أما مقابر أجدادنا ومقابر أجداد الشيخ عيسى قاسم فهي موجودة في الدراز وبني جمرة وسترة وكل المدن والقرى الشيعية. نحن باقون، سواء جردتمونا من الجنسية أو من تجردونا، ونحن ندعو الشعب البحراني أن ينتبه إلى خيار المقاومة، فهو السبيل الوحيد للتحرر وتحرير البحرين من الطغمة الخليفية ومن هذا الكيان الفاسد المفسد. وندعو في الحقيقة وبصورة مباشرة إلى كوادر الوفاق تحديدا أن يتصدوا لهذا العمل، فهذا يومكم، انطلقوا أمام الجماهير، لا تكونوا خلفهم. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.